لم تفق حكمته سوى تقواه. ها هنا شخص يستحق الإجلال. أيها الراهب، أعتقد أنني عثرت على قديسك. حمداً للرب، علي استعادة عظامه قبل اكتشاف أمرنا. ظننت أنك هنا لتقدم تعازيك وليس لسرقة قبر. عظامه تنتمي إلى الكنيسة وستكون أفضل حالاً بين المؤمنين بدلاً من تعفنها في التربة. إذا لم تكن كنيستك ستعترض، فمن أكون لأحكم؟ إن واحداً فقط هو الذي تهم أحكامه وسيكون غفوراً. مهلاً! توقف! للأسف رجال الخليفة ليسوا متسامحين مع نبش القبور دون تصريح. اشرحوا موقفكم أيها الحثالة القذرون أو موتوا. إنهم مدانون بجرائم أبشع. سامحني يا إلهي، لكن هناك أوقات لا سبيل فيها غير استخدام العنف. على ذلك نتفق. سيرك الموت. راقب سيدك أيها الحلف. أجل ضربة جيدة. لا تعرفون ما تفعلون. جدت تعليق، لكن كن صبور. لم تكن هناك طريقة أخرى لحل هذا. لا يفهم هؤلاء الرجال سوى العنف والوحشية. لقد نفذت مشيئة الرب يا صديقي، سيباركك بالحظ الطيب. ألبي نداءً مختلفاً، لكنني لن أرفض القليل من حسن الحظ الإضافي.